هذا كاملين هادو راه عندهم تما واحد طلب اتفاقيه مشاركه مع الجماعه على قصد القوى الارضيه القانونيه المواتيه للعمل ان شاء الله مستقبلا. اذن هذه الايام الدراسيه اللي هي ثلاثه يعني مضت يومان دراسيين كان افتتاحيه في القصر الكبير وحضروا الدكاتره والباحثين والاساتذه الى اخره على قلتهم وعلى عظمتهم. بحال هذا الشكل هذا وعطاو ما يفيد وراه الى اخره راه الطنين راه هو عند العمل راه ما وحدته الجغرافيه ديال العرائش الان راه هو في العمل الى اخره. حنا هذا الشيء اللي خصنا حنا اللي كيخصنا نسهلوا الطرقات هذه الى اخره. واخا اليوم الثاني كان عصام الكلفاوي هنا جماعة عصام الكلفاوي ما حضروش الممثلين ديال الجماعات ولكن شرفنا الامر اللي حضر التمثيليه ديال المجلس الاقليمي ويعني ولذلك هذاك فتحنا الامل لان باقي دابا عندنا موعد معاه يوم 9 الشهر باش غادي نوضعوا الخطه الثانيه ان شاء الله ديال هذا المشروع. وحنا اليوم كما قلنا كنعيشوا المحطه الثالثه وما غاديش نوصفها ما غاديش نعني انتم راه كتعيشوها اذا ما نوصفوهاش. غادي ان شاء الله غادي تتم وبنشاط وبنجاح عفوا ان شاء الله وغادي نخرجوا بالتوصيات ديالنا في النهايه اللي هي التوصيات ديال المحطه الاولى والمحطه الثانيه. وهذه المحطه اذا كان باقي شي اضافه او شي حاجه من هذا القبيل على العموم باش ما نقتل الوقت اكثر لان هو الفكره راه كاين دلائل اللي تعملوا لهذا المنتدى والمقترحات اللي غادي تكون فيه وباقي ان شاء الله احنا مستمرين في العمل. وشكرا للجميع. شكرا.